فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز قراءة كتب تحتوي على شبه وقد رد عليها أهل العلم، ولكن أقرأ هذه الكتب قبل أن أقرأ الرد عليها؟ لا، ما يصلح تقرأها مجردة، لازم تقرأ الرد عليها، تقرأ الرد عليها، وإلا إذا قرأتها مجردة ربما تستقر في ذهنك تظنها أنها حق. نعم، وإن تجنبتها نهائيا فهو أحسن لك. نعم.